استعرض وزير المالية دكتور محمد معيط الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الحوكمة بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، وشدد معيط على ضرورة مراعاة السعي الجاد لتيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار. كان وزير المالية تلقى تقريرا من رئيس مصلحة الجمارك أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضي بلغت 3 مليارات و252 ألف جنيه.